القصة الثانية المكذوبة عن سيدنا عمرو بن العاص اللي انت لو تتبعت خطاها هتلاقي ان الشيعة هم اللي قالوها، ومش الشيعة بس، وبعض الكارهين لسيدنا عمرو بن العاص هم اللي حطوها في التراث الاسلامي. وقام لسيدنا عمرو بن العاص اللي كان جايب له ذهب وهدايا كتير، قال له يا عم والله لا اسلمك هؤلاء المسلمين ولو بجبل من ذهب، كيف يعزب عنك امر ابن عمي، فانه والله لنبي حقا. طلع سيدنا عمرو بن العاص من الحبشة قاصد المدينة المنورة عشان يعلم اسلامه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ايقن ان ده سيدنا عمرو بن العاص، وامر شويه من جنوده اول لما تشوفوا الاعرابي ده ماشي بالهدايا يقتلوه. لكن القصه دي والقصه اللي قبليها الاثنين مكذوبين تماما عن سيدنا عمرو بن العاص. وهنا سيدنا عمر بن الخطاب جاب سيدنا عمرو بن العاص ضربه على دماغه وقال له متى استعبدتم الناس. انت عارف القصه دي؟ انا عايز اقول لك ان القصه دي مكذوبه، ملهاش اي سند صحيح. كان في واحد اعرابي موجود في القصر فقال يا عمرو احسن الخروج كما احسنت الدخول. هنا سيدنا عمرو بن العاص عرف ان هو هيتم الغدر بيه. وجبل المقطم ليه قصة غريبة جدا مع المسلمين والمسيحيين واليهود. كان على طول سيدنا عمر بن الخطاب بيقول سبحان الله ان الذي خلق هذا لخلق عمرو بن العاص. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة رجال من دهب. النهاردة هنتكلم عن داهية العرب، سيدنا عمرو بن العاص، وازاي الاسلام اثر في شخصيته. النهارده هقول لكم على مواقف كتيره في حياه سيدنا عمرو بن العاص انتوا كلكم تعرفوها، بس للاسف هي مواقف مكذوبه دخلت على سيدنا عمرو بن العاص من بعض الناس اللي بتكره سيدنا عمرو بن العاص وقصده ان هي تشوه صورته في التاريخ الاسلامي. وهنتعرف ازاي تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثرت في حياه سيدنا عمرو بن العاص قبل اسلامه وبعد اسلامه. اهلا بكم في الحكاية بالمصري، وانا احمد ربيع، وهنا بنتكلم عن كل ما يخص التاريخ المصري والعربي والاسلامي والقبطي والتاريخ العالمي بشكل عام. وهنا بنقدم لكم قصص واحداث ومعارك وشخصيات يمكن انت اول مرة تسمع عنها هنا وبس في الحكاية بالمصري. خلينا اول حاجة نقولها ان سيدنا عمرو بن العاص كان ملقب بدهية العرب، ولكن دهاء العرب اتوزع على اربع اشخاص. رقم واحد سيدنا عمرو بن العاص دهية العرب، رقم 2 معاوية بن أبي سفيان داهية العرب، رقم 3 زياد بن أبي داهية العرب، رقم 4 المغيرة بن شعبة داهية العرب. الأربعة اتلقبوا بنفس اللقب، ولكن كان أشهرهم سيدنا عمرو بن العاص. فمرة سيدنا عمرو بن العاص كان خارج من مكة وهو لسه في الجاهلية، وهو في الطريق طلع عليه قطاع طرق ومسكوه، وإلا بالدين لازم نقتلك. طبعا هم ما يعرفوش إن ده سيدنا عمرو بن العاص. شوف بقى سيدنا عمرو بن العاص استخدم إزاي ذكائه. قال لهم طب خدوا الفلوس اللي معايا. قالوا له لا هناخد الفلوس وبرضه هنقتلك. قال لهم انا كده كده عندي مرض خطير جدا وهربان من قومي، عشان المرض اللي عندي ده بيتنقل عن طريق اللمس، فقلت بدل ما اقعد في قومي واهلكهم لا انا اطلع اقعد في الصحراء واقعد لوحدي وهموت لوحدي، بس دلوقتي مش هينفع امشي واسيبكم. قالوا له ليه؟ قال لهم اصلي اميركم امير قطاع الطرق لمسني، فلازم يا اما نقطع ايده يا اما اخده معايا، عشان انا المرض اللي عندي معدي، عشان لو الامير بتاعكم ده قعد معاكم هيعديكم والمرض بتاعي نهايته الموت. هنا قطاع الطرق بداوا يخافوا كده وكانوا عارفين ان اميرهم ظالم ومفتري، فقطاع الطرق سابوه وهرب. فسيدنا عمرو بن العاص بص لامير قطاع الطرق وقال له ده الدهاء في حد ذاته. دي كانت قصة مختصرة عن دهاء وذكاء سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا خالد بن الوليد خاض في حياته أكتر من 100 معركة، ما خسرش لا معركة ولا حرب واحدة فيهم زيه زي سيدنا عمرو بن العاص، اللي خاض مبارزات فكرية في الدهاء وفي الذكاء وما خسرش واحدة فيهم إلا واحدة، مبارزة فكرية واحدة اللي قدر يخسرها سيدنا عمرو بن العاص، وهي قدام النجاشية. أول لما المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يطلعوا من قريش إلى الحبشة عشان هناك في ملك عادل، فقريش طلعت فريق منها بقيادة سيدنا عمرو بن العاص داهية العرب عشان يروح يتفاوض مع النجاشي فيقدر يرجع المسلمين اللي هناك. أول لما دخل سيدنا عمرو بن العاص بدأ يتكلم هو النجاشي، فالنجاشي قال له يا عمرو أنا مش هسلمك المسلمين اللي عندي. خرج سيدنا عمرو بن العاص من عند النجاشي وهو متضايق وقال أنا بكرة هقلب الدنيا على المسلمين دول وهقول للنجاشي إن هم بيقولوا على سيدنا عيسى إن هو عبد. وبالفعل تاني يوم دخل سيدنا عمرو بن العاص على النجاشي وهو قاعد في ملكه والمسلمين الناحية التانية وقال له ان القوم دول بيقولوا على عيسى ان هو عبد،
هنا استغرب النجاشي وبص للمسلمين فطلع سيدنا جعفر ابن ابي طالب وفضل يقرا على النجاشي بعض الايات من القران الحكيم. النجاشي اول ما سمع القران قام وراح نزل على الارض وفضل يخبط بايده على الارض وقام لسيدنا عمرو بن العاص اللي كان جايب له ذهب وهدايا كتير قال له يا عم والله لا اسلمك هؤلاء المسلمين ولو بجبل من ذهب كيف يعزب عنك امر ابن عمك فانه والله لنبي حقا. فسيدنا عمرو بن العاص قال له انت اللي بتقول كده؟ قال له نعم. طلع سيدنا عمرو بن العاص من الحبشة قاصد المدينة المنورة عشان يعلن إسلامه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق قابل اثنين من خيرة الصحابة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عثمان بن طلحة قبل إسلامهم، والثلاثة دخلوا المدينة مع بعض عشان يعلنوا وينشروا إسلامهم. وهنا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جملته الشهيرة: إن قريشا قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها. سيدنا عمرو بن العاص كان من ضمن الجيش اللي فتح الشام، وهنا كان ليه قصة غريبة جدا. حضر موقعة اليرموك اللي كانت في نهاية عهد سيدنا أبو بكر، وهنا بعت سيدنا عمرو بن العاص لأمير المؤمنين إن في ملك رومي موجود اسمه أرطبون، والراجل ده من أذكى أذكياء الروم وموجود وأنا مش عارف أعمل معاه إيه فشير عليا. فسيدنا عمر بن الخطاب أشار عليه إن اعمل اللي أنت شايفه صح، سنضرب أرطبون الروم بأرطبون العرب. وهنا قرر سيدنا عمرو بن العاص ان هو يروح لأرطبون الروم على اساس ان هو رسول من سيدنا عمرو بن العاص، وبالفعل راح سيدنا عمرو بن العاص ودخل على أرطبون في ملكه وفضلوا يتكلموا مع بعض. أرطبون عجبه ذكاء سيدنا عمرو بن العاص، هو ما يعرفش ان ده عمرو بن العاص، هو كل اللي يعرفه ان ده رسول من عمرو بن العاص. أرطبون الروم عشان كان ذكي وكان داهية زي سيدنا عمرو بن العاص ايقن ان ده سيدنا عمرو بن العاص، فامر ان سيدنا عمرو بن العاص ياخد هدايا من القصر وهو خارج، وامر شويه من جنوده اول لما تشوفوا الاعرابي ده ماشي بالهدايا يقتلوه. خرج سيدنا عمرو بن العاص وهو خارج كان في واحد اعرابي موجود في القصر فقال يا عمرو احسن الخروج كما احسنت الدخول. هنا سيدنا عمرو بن العاص عرف وفهم اللي في الموضوع ان هو هيتم الغدر بيه، راح رجع لأرطبون وقال له انا واحد من ضمن 10 من مستشارين امير المؤمنين، وان في 9 تانيين معايا وانا اقل واحد فيهم ذكاء، وان التسعة دول امير المؤمنين مش بياخد قرار غير لما بيرجع ليهم، وانا نظرتك فما قدرتش عليه، فايه رايك اروح اجيبهم لك ونيجي وتقول لهم نفس الكلام اللي انت قلته لي يمكن يقتنعوا بكلامك. عجبوا أرطبون الروم الكلام ده وامر الجنود ان هم يسيبوا الراجل الاعرابي ده يخرج من غير ما يقتلوه على اساس ان هو هيروح وهيجيب التسعة التانيين وهيقتل العشرة كلهم. اول لما سيدنا عمرو بن العاص خرج ومرجاش أرطبون قال ان عمرو بن العاص ده الوحيد اللي قدر يضحك عليا انه لداهية العرب، وقدر الجيش الاسلامي اللي كان موجود فيه سيدنا عمرو بن العاص ان هو يفتح بلاد الشام، وهنا بدا ينتشر الطاعون في بلاد الشام، وخليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب ساب المدينة المنورة وراح الشام عشان يحاول يشوف حل للموضوع. لكن هنا قام سيدنا عمرو بن العاص وخطب في اهل الشام قال لهم فيما معنى الخطبة ان الطاعون ده عامل زي النار طول ما هو موجود بياكل ويحرق في الناس، احسن حل ان احنا نسيب الطاعون لغاية لما هو ما يلقاش وقود ليه فيندثر ويموت لوحده. طب هتشير علينا بايه يا عمرو بن العاص؟ قال احنا هنسيب المدينة وهنطلع على قمم الجبال نقعد هناك لغاية لما الطاعون ينتهي لوحده، وبالفعل اهل الشام عملوا كده لغاية لما فعلا الطاعون اختفى من الشام كلها. طبعا انتوا عارفين قصة الشاب المسيحي اللي خرج من مصر قاصد المدينة المنورة سيدنا عمر بن الخطاب عشان يتظلم من ابن سيدنا عمرو بن العاص لما ضربه وقال له ازاي انت تسبق ابن الاقرمين، وهنا سيدنا عمر بن الخطاب جاب سيدنا عمرو بن العاص ضربه على دماغه وقال له متى استعبدتم الناس. انت عارف القصه دي؟ انا عايز اقول لك ان القصه دي مكذوبه ملهاش اي سند صحيح. الناس اللي روت الروايه او القصه دي كان هدفهم ان هم يشوهوا صوره سيدنا عمرو بن العاص، ولو رجعت للتاريخ الاسلامي هتلاقي ان بعض الخوارج قرروا ان هم يشوهوا صورة الصحابة الكبار زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقة سيدنا عثمان بن عفان، وان هم بعد مقتل سيدنا علي بن ابي طالب في ناس طلعت تسب سيدنا علي وتسب السيدة عائشة، وبعد موت سيدنا معاوية بن ابي سفيان في ناس طلعت برضو تشتمه، كذلك الامر سيدنا عمرو بن العاص. كان في ناس اللي اشترك في موقعة الفتنة الكبرى، الخوارج طلعوا عبر التاريخ يحاولوا يشوهوا صورة الصحابة دول، واللي كان منهم سيدنا عمرو بن العاص، فكانوا بيحطوا في التاريخ بعض القصص المكذوبة
هدفهم ان هم يشوهوا صورة عمرو بن العاص. بص بقى على النقيض الاخر، سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعامل ازاي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمر بن الخطاب كان على طول بيحب يقعد مع سيدنا عمرو بن العاص ويسمع كلامه، عشان سيدنا عمرو بن العاص كان خطيب مفوه جدا ومتمكن من اللغة العربية، وده هي زي ما احنا قلنا، لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيضرب بسيدنا عمرو بن العاص المثل. فكان لما بيشوف واحد بيتكلم بطريقة مش كويسة او كلامه كده مش مظبوط، كان على طول سيدنا عمر بن الخطاب بيقول سبحان الله ان الذي خلق هذا لخلق عمرو بن العاص، من كتر ما سيدنا عمرو بن العاص كان كلامه مظبوط جدا. وقال سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا عمرو بن العاص ان الرجل لا يحارب بسيفه الا عمرو بن العاص فيحارب بدهائه. القصه الثانيه المكذوبه عن سيدنا عمرو بن العاص اللي انت لو تتبعت خطاها هتلاقي ان الشيعه هم اللي قالوها، ومش الشيعه بس، وبعض الكارهين لسيدنا عمرو بن العاص هم اللي حطوها في التراث الاسلامي، ان لما حصل الخلاف بين سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا معاويه بن ابي سفيان، بعض الناس قالوا ان الخلاف ده حصل على خلافه المسلمين. وزي ما قلت لك قبل كده ان الفتنه الكبرى عاملين لها حلقتين هينزلوا في نهايه سلسله رجال من ذهب، جامع لك فيهم كل الاسرار وكل ما يتعلق بالفتنه الكبرى ومين كان على حق ومين كان على باطل. المهم بعض الشيعه والكارهين لسيدنا عمرو بن العاص قالوا ان الخلاف اللي حصل بين سيدنا علي وسيدنا معاويه بن ابي سفيان كان على خلافه المسلمين، ولكن لا، الخلاف اللي حصل بين الاثنين ان واحد عايز يقتص اللي قتلت سيدنا عثمان، واحد عايز يثبت اركان الدوله الاسلاميه ثم يقتص من قتل سيدنا عثمان بن عفان. فهنا سيدنا علي بن ابي طالب رشح سيدنا ابو موسى الاشعري ان هو يتصرف مكانه، وهنا سيدنا معاويه بن ابي سفيان رشح سيدنا عمرو بن العاص ان هو يتصرف مكانه، والاثنين اتفقوا ان هما كل واحد هيخلع صاحبه من الخلافه وهيحطوا اي خليفه تاني من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الاثنين في المسجد النبوي بدا كل واحد فيهم يقول له لا اطلع اتكلم انت الاول، لا اطلع اتكلم انت الاول، لغايه لما عمرو بن العاص اقنع ابو موسى الاشعري ان هو يطلع يتكلم. طلع سيدنا ابو موسى الاشعري على المنبر وقال ايها الناس لقد خلعت علي، انا خلعت صاحبي من الخلافه. المفروض سيدنا عمرو بن العاص كان هيطلع على المنبر ويقول ايها الناس وانا قد خلعت صاحبي معاويه بن ابي سفيان، ولكن طلع سيدنا عمرو بن العاص وقال ايها الناس ان ابو موسى الاشعري قد خلع صاحبه من الخلافه، اما انا فاثبت صاحبي في الخلافه. طبعا القصه دي مكذوبه مليون الميه، عشان زي ما قلت لك الخلاف اصلا بين سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا معاويه بن ابي سفيان كان على دم سيدنا عثمان، لكن القصه دي والقصه اللي قبليها الاثنين مكذوبين تماما عن سيدنا عمرو بن العاص، وان سيدنا عمرو بن العاص كان صاحب اخلاق عاليه جدا وكان فارس شهم، وان دهائه استخدمه في خدمه المسلمين وخدمه الناس عامه بعد تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص كان ليه مقوله مشهوره جدا كان على طول بيقولها وبيرددها، كان بيقول ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الشرين. سيدنا عمرو بن العاص اللي هو بيموت فضل يبكي ويدعو ربنا ان هو يرحم له ويفضل ينطق الشهادة. سيدنا عمرو بن العاص اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد له قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. سيدنا عمرو بن العاص اللي مات وهو عنده 88 سنة، ومصر اتشرفت ان هي اتدفن فيها جثمان سيدنا عمرو بن العاص في جبل المقطم، وجبل المقطم ليه قصة غريبة جدا مع المسلمين والمسيحيين واليهود، ويقال ان هو جبل مقدس عند الثلاثة المسلمين واليهود والمسيحيين. اشوفكم في فيديو جديد، كان معكم احمد ربيع، السلام عليكم.